السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التولز ديت خاصة بالتوأم الرقمي، بحيث انها تاخد الموديل من عندك وتحطها على الكلاود ويبقى عندك نموذج للموديل بتاعك، سواء كان 3D Max او ريفيت او اوتوكاد او اي برنامج اخر من البرامج اللي بتشتغل في ال 3D، بحيث يبقى عندك الموديل بالشكل دوت وتقدر تشوف كل العناصر الأساسية اللي موجودة وكل المعلومات الخاصة بيه. كل الاكيوبمنت هتبقى فيها كل المعلومات الخاصة، هل هي الكتراسي او هل هي ميكانيكال، وتواريخ الصيانة وكل الاماكن اللي احنا عايزينها وازاي نعملها صيانة بدون اي مشاكل. تقدر تعمل سيلكت على اي مكنه وتقدر تشوف كل الوثائق الخاصه بيها. هنا مثلا في المصنع هيبقى عندي هنا السورس وهنا الاوبريشن، البرودكت، البفر. التولز ديت بتشتغل مع الاوتوكاد ومع الريفت ومع الثري دي ماكس ومع برامج تانية كتير زي فيوجن وانفينتور ومايا وبرامج تانية، فأتمنى تعجبهم إن شاء الله.